صابر على حمام من الفار، والمشكلة دي عاوزين أنابيب، عشان أنابيب هتاخدها الأخوان السلفيين والسنين. أيوة كل السنين هم كل السنين الأخوان واللي يرشع ويدعوا إن هم حبيبوا الكعبة وحبيبوا الأبوبة العشرين وخمسة وعشرين وواحد من الشيخ بلال وأثر السنة على البحر وبحر ذاك، وواحد اسمه وواحد بلغي اسمه أحمد السيجاد من حسقرة بلغي هيديهم عاطف فاضل، عاطف فاضل مسؤول عن الجبهة هيقسم معاهم عاطف فاضل هيبيعها 30 جنيه من فضل الجنيه 25 و20 و30 وزي ما تقول قول. فانت عاوزين ايه؟ عاوزين احنا عاوزين انابيب ترجع لجمعيه تاني زي ما كان جمعيه التعاونيه السلفيه. الجمعيه التعاونيه السلفيه هتتوزع مواقع. المنطقه فين؟ هتتوزع مواقع. الجمعيه صلي على النبي صلي على النبي. بس هتتوزع مناطق ورا النادي في موقع عند السيما في موقع، عند السيما في موقع، عند سيتي في موقع، عند سيتي، عند سيتي في موقع، صح، عند العارف في موقع، ورا النادي هنا كله، والمحافظه في موقع، مرور الموقع البحري. عاوزين المواقع دي تشتغل تاني، تشتغل تاني، ترجع تاني. اسمع سامو ابو زيد تكلم عن عمال، عن عمال الجمعيه. احنا لينا 3 اشهر ما شغالينش، والاخوان السلفيين وحزب النور والحريه والعداله يعني هم اللي ياخذوا ويوزعوا براحتهم، ويا ريت هيوزعوا اساسا للتجار. الابوه ب 25 جنيه يبيعوها، احنا لينا 3 اشهر ما اشتغلناش، مرتبنا احنا 200 جنيه، عشت انا وانا ولا زمايلي ومش موظفين اساسا. احنا لغايه دلوقتي لنا 14 سنه عن طالب بالتثبيت، ما حدش راضي يرد علينا، روح للمحافظ ما ردش علينا، نروح لمين؟ ياسر كده ياسر عمي صابر ده كبير المسيره هو النار هو